أيضا فيما يتعلق بالنواحي المالية التي تعني أي مدير، النواحي المالية لابد أن تدرس دراسة جيدة أيضا، وإلا ضاعت منك الإمارة. سواء كنت رب أسرة تدرس وضعك المالي جيدا أنت تقود أسرة ومدير الأسرة. ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأنت كرب أسرة مدير أسرة تكون أيضا دارس وضعك دراسة جيدة، دراسة متزنة. كم مرتبك مثلا؟ 5000. لا تسلم 5000 للزوجة التي هي طائشة مثلا، تذهب تشتري بألفين جنيه نعل، لأن صاحبتها جاءتها بنعل أحمر وشنطة حمراء وفستان أحمر، وتشتري بالثاني بألف مكياج، راحت عليك الأمور. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروف. فإذا كنت ربا للبيت فكن مسددا، كيف تنفق، كيف ترشد الإنفاق. إذا استتنت ديونا وأنت من أصحاب المناصب تعرف كيف تسدد الديون. ليست الإشكالية أن أنا أنظر من يقرضني، أنا أنظر من يقرضني وبعدين كيف أسدد الدين ولو درهم. الدين صعب، يغفر لشهاد كل ذنب إلا الدين. فأنا إذا أردت الاستدانة على سبيل المثال لتنمية المصنع أعرف كيف أسدد، كيف لا أستدين فقط أنني جاءت لي فلوس كثير وبعدها كيف أسدد. ولا تستدين بالربا، فإن الربا يؤذن بزوال الدول كلها، يؤذن بزوال الدول كاملة، ويؤذن بخراب بيتك، يؤذن بخراب بيتك، ويؤذن بزوال الدول، ويؤذن بزوال الجماعات وبدمار المصانع. لأن من الذي يحاربك؟ الله. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلسنا بسعداء بالقروض التي تقترض، إنما قبل أن أقترض أعرف كيف أسدد. مرتب لنفسي، أنا سأقترض 1000 مثلا من أجل شراء ثلاجة لبيتي، أعرف مرتبي كم في الشهر، وممكن أقتطع من هذا المرتب كم 100 جنيه كل شهر أسد على 10 أشهر. لكن لا أقترض بالربا ولا أعرف كيف أسدد، فهذا مؤذن بالخراب والدمار الذي يحل بالأسر وبالشركات وبالمصانع وبالدول وبالأفراد وبالجماعات. فاحذر من الاستدانات، احذر من الاستدانات. عليك أن تدرك تمام الإدراك النواحي المالية لك ولشركتك ولأسرتك ولدولتك ولوزارتك ولمدرستك. إذا اقترضت تعرف كيف تسدد، يكون عندك بعد نظر في كيفيات السداد وجدولة الديون التي ستحل بك، ستحل بك أيضا. وقديما قالوا على قدر لحافك مد رجليك، لا يلزمني أن أمدد رجلي واللحاف قصير، رجلي ستنكشف وتصاب بالبرد. وأحسن منه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.